وخلي بدايتنا تكون بالكلام عن الابداع واهميه الابداع. وفي فرق كبير جدا بين لما يكون شخص عادي وشخص مبدع، شخص ناجح وشخص مبدع. وعلى فكره نفس الكلام بحذافيره ينطبق على الهيئات والكيانات والمؤسسات الرياضيه منها والغير رياضيه. فالابداع مطلب اساسي جدا 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 للتفوق، ولا انت شايفه ايه؟ بص انا بتفق معاك جدا، لان في ناس عاديه وفي نوادي عاديه وفي ناس مبدعه وفي نوادي مبدعه. لو اتكلمنا عن النادي الاهلي اكيد النادي الاهلي في حته ثانيه، اكيد النادي الاهلي هو يمكن اللي صنع الابداع، وده مش كلام برده، ده واقع. هتلاقي في اي حاجه جديده هو الاهلي اللي سباق فيها، واحنا بنتكلم بثقه لان احنا عندنا تاريخ واثباتات. ففي فرق طبعا كبير جدا، وده اللي يمكن بيميز كيان عن كيان، ده اللي بيميز انسان عن انسان، ده بيميز حياه بعد كده مستقبل شخص عن مستقبل شخص وكيان شخص تاني. صحيح. فالابداع اعتقد شيء اساسي، ولكن بقى السؤال، هل الابداع بيكتسب ولا الابداع بيبقى شيء بالفطره موجود فينا؟ رايك ايه؟ بصي اكيد اكيد لازم يكون في حد ادنى من الفطره، لكن الباقي بقى المكتسب ده بيجي من خلال الممارسه والتجويد والاصرار على التجويد والاصرار على وصول لهدف كبير، وده اللي بيعمله اي شخص مبدع او اي كيان مبدع. وبالمناسبه بمناسبه ان احنا بنتكلم مع حضراتكم عن الابداع، امبارح اول ما خلصنا هوا تلقينا خبر حلو جدا، وكمان يحسسك ويعرفك ان التعب والمجهود والاخلاص في العمل لازم هتكون نتيجته عظيمه، وده اللي حصل لمنظومه النادي الاهلي، منظومه عظيمه منذ بدايه تاسيسها الكل بيبني فيها وبيعلي فيها، وخطوه ورا خطوه اصبحت الرياده بعد ما كانت محليه اصبحت قاريه يعني بالمعنى الحرفي. ودايما اولاد وابناء النادي الاهلي بيسعوا دائما للحفاظ على كل خطوه وكل مكتسب جديد وكل خطوه جديده بياخدوها في طريقهم. النادي الاهلي يا حضرات توج بجائزه سمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم للابداع الرياضي عن العام الحالي 2021 كافضل مؤسسه رياضيه عربيه. حاجه طبعا محترمه جدا، والتفاصيل كمان زي ما تم الاعلان عنها، الجائزه دي عن المجموعه الاقتصاديه والتمويل الذاتي اللي الاهلي بداها بتوقيع طبعا تعاون مع شركه استادات القبضه لاداره وحده الاهلي، بنتكلم هنا الاقتصاديه ورؤيه 2045، واللي بتضم اربع مشروعات رياضيه، بنتكلم خدمية واستثمارية وحق انتفاع لاستاد السلام عشان يصبح هنا الاهلي بقى والسلام لمدة 25 سنة، ووضع كمان حجر اساس استاد الاهلي في الشيخ زايد لجانب طبعا فرع التجمع والاقصر، وتطوير منشآت الجزيرة ومدينة نصر، وزي اللي حضراتكم شفتوها واللي عرضناها، يعني الكلام برضو مش مرسل، احنا بنتكلم وبنحط الصور والوقائع قدام حضراتكم. وكمان الجايزة مش مجرد نقدر نقول تقدير لمشروعات وتدشين شركات وبطولات، لا دي كمان يعني خاصه الاهلي بيها عشان اعتبرت المجموعه الاقتصاديه والتمويل الذاتي اصلا مبادره ورؤيه متميزه، لانها بتجمع كذا جانب، يعني زي ما بنتكلم مثلا الابتكار، يعني المستقبل، الاطلاع على افضل كمان ممارسات في العمل المؤسسي، فحاجه مشرفه جدا. والجائزه دي على فكره هي ابتدت سنه 96، فحاجه محترمه، عفوا 2009 انا اسفه 2009، وطبعا تحت رعايه سمو الشيخ، وحاجه يعني متكرره. وعلى فكره لو احنا كمان اتكلمنا عن مصر، مش الاهلي يا كريم، مصر حصلت برضو على جوائز كتيره جدا، ان الجائزه دي متنوعه، في منها ثقافيه وقراءه وغيره، فمصر كمان حصلت على جوائز عديده، فحاجه اكيد تسعدنا جدا جدا.